بهذه المؤشرات خلود، يعني فرص الخروج من الأزمة في أقل من دقيقتين لأنه ينتهي البرنامج خلود؟ يلا، إما الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو إعلان، أو الدولة في حد ذاتها تحب تتماشى وتمشي في سيناريو إعلان إفلاسها، واللي برشا دول عملتها قبل، اللي أعلنت إفلاسها باش تفلت من قبضة الدينين، لكن هذا باش يشكل لها عقاب آخر من عند الدول الدينة. إما اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شهر أبريل أو أواخر حد شهر ماي، وخروج إلى الأسواق المالية وتوفير 5 مليار دولار، أو تونس ستتجه إلى السيناريو الانهيار التام. وانهيار على كيف ما قال الدكتور، ماهوش انهيار فقط من ناحية الدين، انهيار كالمواطن، ما عادش ينجم حتى مستحقاته الغذائية، الأمن الغذائي أو الأمن من ناحية الصحية أو حتى من ناحية الطاقية، وباش زاد كيف ارتفاع البطالة، وكل المستثمرين الأجانب باش يغادروا التراب التونسي بعدها كعقاب لتونس. إن شاء الله كل هذه الفرضيات تسقط في الماء و تتحسن الأوضاع. هذا كله ما نريده، لأنه في الحقيقة المواطن هو الذي دفع ويدفع وسيدفع الضريبة. هو حتى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي راهو باش يدفع ضريبة، لكن ضريبة أهون من ضريبة متاع أو على الأقل كلفة مؤجلة. جزيل الشكر دكتور إبراهيم عمري أستاذ العلوم السياسية، وخلود التومي الخبير والمحلل الاقتصادية. نجيب محفوظ يقول كل شيء كان واضحا إلا أننا لا نفهم الإشارات، إننا نفهم فقط بالصفعات. ألقاكم في المساءات الجميلة، شكرا جزيلا، في أمان الله.